في الذاكرة محمد العروسي، الفنان الذي أسدى الكثير للأغنية الجبلية على مدى 4 عقود، تعجز الكلمات عن التعبير، ممتزجة بعواطف جياشة وحنين ابن لأب ترك بصمته الفنية لأجيال متتالية. هذه الذكرى غادي نقول لك أنا سعيد جدا على هذا التنظيم الرائع اللي قاموا به مجهودات جبارة من عقمة ديال طنجة عرض الشمال. كنشكرهم بزاف وأنا سعيد باسم الأسرة ديال محمد العروسي، كنشكر المنظمين لهذا الحفل الرائع، وكنشكر الفنانين اللي جاوا من جميع أنحاء المغرب، والتنظيم رائع في مستوى عالي وانا فرحان بزاف. هذا عرس مغربي كبير كنحتفلوا به جميع المغاربه والناس ديال الشمال بالخصوص، والسي محمد العروسي ملك المغاربه واللي هو اهرام من الاهرامات ديال العيطه الجبليه، واللي حاولنا نحتفلوا به وباش يبقى معنا وراسخ في الاذهان ديالنا حنا ديما مفكرينوه. انا جيت ككل الناس المجتمع المدني، ككل فنان من الفنانين المغاربه، كاعلامي باش نمد يدي كاع لكل طنجاويين ونحيوا الروح ديال الراحل محمد العروسي. برنامج الحفل كان حافلا بنجوم لمعوا في سماء الفن والابداع، احتفاء بهرم وايقونه الفن الجبلي على مستوى المملكه. اليوم افتقدنا واحد الهرم من الاهرامات، ما غنقولش العربيه بل العالميه، لانه الا شدينا غير فنيا، شدينا غير جمله موسيقيه وحللناها فكنلقاو الشيء الكثير. هذا الفنان المميز، هذا الفنان شكلا ومضمونا. طبعا هو حفل تضامني، حفل للذكرى، حفل لاسترجاع اهم اللحظات التي بصم فيها هذا الهرم على لحظات مشرقة في الاغنيه الجبليه. السيدي محمد الله يرحمه كان يستاهل اكثر واكثر واكثر، وكنا نكرموه في حياته، نعملوا له حفل كبير هو بحياته وبصحيحته شويه، ويشوف الناس ويتصور مع الناس والجمهور يصفق ليه، ولكن من هذا المكان هذا كنرحموا عليه، حنا كنصفقوا عليه كثير بحراره على الشيء اللي خلى. جد نشط انني نكون في هذا الحفل هذا، لانه تكريم ديال واحد الفنان اللي عطى العيطه الجبليه الشيء الكثير، وماشي فنان، هو ماشي فنان غير ديال المنطقه الجبليه او ديال طنجه، هو فنان ديال المغاربه كلهم. ما يمكنش اننا ما نكونوش حاضرين في التظاهره بحال هذه، سيرتو راه محمد العروسي راه في قلب ديال المغاربه كاملين. هي بادره تحسب لجمعيه دار الضمانه وجمعيه تاونات لسن ثقافه الاعتراف في شخص المرحوم الحاج محمد العروسي.